بكم مشاهدينا من جديد. اصطف آلاف الأمريكيين في طوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار التصويت المبكر والذي بدأ اليوم في ولايتي تكساس وجورجيا. وتقدر السلطات الانتخابية أن عدد الأمريكيين الذين شاركوا في التصويت المبكر في الولايات المختلفة فاق 10 ملايين مصوت، وهو رقم قياسي مقارنة بانتخابات سابقة ما ينذر باحتدام السباق الرئاسي. استطلاعات الرأي لا زالت تمنح المرشح الديمقراطي جو بايدن تفوقا ملحوظا، لكن في المعسكر الجمهوري يحافظون على أجواء متفائلة مدعومة بعودة الرئيس دونالد ترامب لقيادة حملته والمشاركة في مهرجانات انتخابية بعد شفائه من مرض كورونا. هل الارتفاع الحاد في عدد المشاركين بالتصويت المبكر يصب في مصلحة بايدن كما يتوقع المراقبون ويشكل مؤشرا على وجهة هذه الانتخابات؟ ترامب يؤكد لجمهوره أنه سيكون على ميعاد مع النصر الثاني يوم الثالث ويوم الثالث من تشرين الثاني نوفمبر. فعلى ماذا يستند الرئيس الأمريكي في ظل أزمة فيروس كورونا؟ هل يصارع الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ لضمان بعض التوازن بين الكونغرس والرئاسة في حال فاز بايدن؟ المزيد وأكثر بعد التقرير. مضمار سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بات يضيق بالمرشحين في الثلاثة أسابيع الأخيرة مع انطلاق أول يوم للتصويت المبكر والذي تخلل إقبالاً قياسياً للناخبين. هي الفرصة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، هكذا وصف مراقبون ما وراء محاولة ترامب استباق الزمن واستدراك تراجعه في استطلاعات الرأي رغم تشبثه بالرفض التلقائي واصفا النتائج بالزائفة. فهل يعني ذلك استشعارا لخسارة قريبة؟ هذه أهم انتخابات في تاريخ بلادنا، كنت أقولها في عام 2016 وأنا آسف أنني كنت أعتقد ذلك أنذاك. هؤلاء الناس مجانين، علينا الفوز. محاولة إخفاء رائحة اليأس بعطر من القوة وما يراه سياسيون من التجمعات الانتخابية لترامب بعد استئناف حملته انطلاقا من ولاية فلوريدا ووصولا لبنسلفانيا وأيوا لاحقا. عنصر المناعة بات سلاح ترامب الأساسي أمام أكبر الملفات المهددة لفوزه بولاية ثانية، مستفيدا مما يشار إليه بتجربته الشخصية بالإصابة بفيروس كورونا، وواعدنا بتوفير اللقاح المستخدم للشعب الأمريكي وسط معركة من التشكيك وتراشقنا للانتقادات. خرافة البطل القوي تخفي وراءها مخاوف عديدة من مستقبل الأيام القادمة يراهن ترامب على فوزها، مستغلنا بذلك تركيبة أخرى لربما تساعده في لملمة نتائج الانتخابات من خلال تحقيق مصادقة قريبة من مجلس الشيوخ على ترشيحه للقاضية أمي باريت لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا. ترشيحنا أثار جدلاً بين الديمقراطيين والجمهوريين في وقت تبدو فيه بذور الانقسام في الشارع الأمريكي منتشرة، ما يجعل من مسألة استجماعها بعد الإفراز عن نتائج الانتخابات أكثر تعقيداً. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من نيويورك كل من دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، وأيضا دكتور أو السيد أحمد محارم المحلل السياسي، وهنا ينضم إلينا السيد مارك شولمان مراسل صحيفة نيوز ويك الأمريكية. أبدأ معك دكتور ماك من نيويورك. نسبة مشاركة عالية في الاقتراع المبكر تجاوزت 10 ملايين، هي بلا شك تعكس احتدام المنافسة، لكن هل برأيك أيضا تعكس رغبة كبيرة في التغيير السياسي بالولايات المتحدة؟ أعتقد أن الأمور تتجه في صالح يعني الرئيس ترامب على واقع الأمر، وتتجه لصالح السيد جو بايدن في استطلاعات الرأي، والتي يعني عولنا عليها كثيرا في انتخابات 2016 وفاز ترامب على هيلاري كلينتون، وكانت كل استطلاعات الرأي أكدت على فوز هيلاري كلينتون باكتساح، وكانت النتيجة فوز الرئيس دونالد ترامب باكتساح، يعني حقق 306 صوت من المجمع الانتخابي الأمريكي، وهو المفترض أن يحصل على 270 صوت فقط للحصول على المكتب البيضاوي. فأعتقد أن
ما أراه الآن على الأرض من يعني مناسبات انتخابية لرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة زي فلوريدا وبنسلفانيا وآيوا، بالتأكيد ممكن تحسم السباق لصالحه. أيضا الانتخاب بالبريد بالتأكيد لظروف كورونا، وبعض الولايات بدأ في الانتخاب المبكر زي تكساس وجورجيا، 10 ملايين إلى الآن قبل 3 أسابيع هو رقم قياسي في الانتخابات الأمريكية. أيضا الانتخابات بالبريد بالتأكيد يعني هتبقى الموضوع، لن يحسم الموضوع يوم 3 يعني نوفمبر زي ما كنا دايما بنعرف يعني في صبيحة اليوم الثاني للانتخابات. مع تذكير بأن ترامب كان رافض لمسألة التصويت عبر البريد، وبيني وبينك دي برضو نقطة كنت هرجع لك ليها، وله الحق في ده بعد ما اكتشف الـ FBI أن هناك 9 بطاقات انتخابية يعني 9 ballots لقوهم موجودين في الزبالة، رموهم موظفين في البريد الأمريكي وتم القبض على هؤلاء الموظفين واعترفوا بالجريمة. اعترفوا بالجريمة. 7 من هذه البطاقات كانت باسم الرئيس دونالد ترامب، وبطاقة منها واحد منتخب كلبه حط باسم الكلب بتاعه، واحد تاني كان مشخبط عليه. بس وجود واقعة إلقاء يعني بطاقات انتخابية رسمية في القمامة، ده معناته أن تم هناك التزوير في الانتخابات، فهي سابقة في الانتخابات الأمريكية أن يعني يتم الكشف عن تزوير في الانتخاب بالبريد الذي يثق به الكثير من الأمريكان. ولكن يعني سيد العزيز هناك مئات الآلاف من عمال البريد، كل الاحترام لهم بالتأكيد، ولكن بالتأكيد فيما بينهم من يرجح كفة الرئيس ترامب، ومن بينهم من يرجح كفة المرشح الرئاسي جو بايدن. فإذا كانت الأمور سوف تكون في أيدي بعض الموظفين للتلاعب ب يعني الانتجريتي للانتخابات، ب يعني قيمة الانتخابات ويعني وشرفها أو حسن استخدام العملية الانتخابية، أعتقد ده بالتأكيد ممكن يكون في يعني مشكلة كبيرة تحصل بعد انتهاء الانتخاب. طيب قبل أن أتوجه للسيد أحمد من نيويورك، أتوجه بالبداية إلى السيد مارك شولمان. رأيتك قبل قليل وأنت تهز رأسك رافضا كل ما ذكره دكتور ماك، تعقيبك. دخلت بالتأكيد هذا الأمر يبدو لي كأنه يتحدث من دون أن يقوم باختبار الأمور التي حدثت. ما حدث في البريد ليس هناك أي حدث أصبح أو كان مزيفا، نسبة قليلة جدا لأنه لكي لا يقول ترامب أنه خسر. ما حدث في 2016 الاختلاف بين الاستطلاعات كان 3%، وهناك أيضا نحن رأينا أن النسبة كانت كبيرة من ناحية الأصوات، ولكن المشكلة كانت هي نسبة في المعرفة. هذا ما حدث في الاستطلاعات. الآن يقومون بإجراء هذه الاستطلاعات في كل الولايات، إن كان في أيوا في فلوريدا وغيرها، والجميع كل هذه الاستطلاعات تقول أن تشير إلى نجاح بايدن بشكل فائق إن كان في كل هذه الولايات بنسب معينة. لدينا إمكانية وفرصة لأن ينجح ترامب، ولكننا لا نعرف ماذا سيحدث. كل الإشارات تشير إلى أن سيكون هناك نجاح لبايدن وللديمقراطيين، ولكن هناك أيضا احتمالية أن يكون العكس. نحن سنعرف ذلك ليلتها. ترامب سوف يحاول أن يغير أقواله، ولكن الأرقام حاليا التي نراها وفق الاستطلاعات إن كانت صحيحة، بايدن سوف ينجح ويفوز بشكل فائق. نعم، أتوجه إلى سيد أحمد من نيويورك. سيد أحمد، هل توافق دكتور ماك بأن الأمور محسومة لصالح ترامب أم لصالح منافسه بايدن، وبات المعسكر الجمهوري يوقن هذه المسألة اليوم؟ يعني على سبيل المثال سيناتور ميت رومني وهو من أبناء المعسكر الجمهوري كان قد انتقد ترامب وقال بأن المناخ الذي ولده مناخ مليء بالكراهية. من الصعب التنبؤ بالنتائج، ولكن احنا قدام حدث لأول مرة. المجتمع الأمريكي الداخلي منقسم، وأزمة كوفيد 19 ألقت بظلال من الشك على الحياة العامة، وأهمها على المسألة الشفافية اللي بتحصل في الانتخابات الرئاسية. الحقيقة الديبيت اللي حصل ما بين الرئيس ترامب أو المناظرة اللي حصلت الحقيقة كان الأداء بتاعها سيء جداً، ولكن في خلال أسبوع كان الأداء بتاع النائب الرئيس مايك بينس
والمرشحة لنائب الرئيس المفترض جو بايدن السيدة هاري كامالا هاريس، الحقيقة أداؤه أفخم بكثير وعطى نوع من الأمل أن ممكن يكون في ديبيت تاني. الظروف اللي خلت الرئيس ترامب يخش المستشفى وطبعا ظروفه الصحية حتمت أن يعني أهمية أن الرئيس لو أصيب لازم يروح يتعالج. في بعض الشكوك أن الموضوع ده ما كانش دقيق وكانت تمثيلية عشان يكسب تعاطف الشعب، ولكن الحقيقة أن كان عنده ارتفاع في درجة الحرارة، ودخوله للمستشفى عمل نوع من التعاطف مش بس مع أنصاره، مع جزء حتى مش اللي هم مش أنصاره. فنحن أمام موقف الحياة حساس جدا. التأخر اللي حصل الأسبوع والعشر أيام اللي غاب ترامب عن تكملة أداء مسألة الحملة الانتخابية بتاعته يمكن عطى مساحة أو فرصة أكتر لبايدن إن هو يظهر قدرته إنه يتواجد في الشارع، ومن ثم أيضا إن الست اللي رشحها بتتميز بعنصرين ممكن يساعدوا في جذب الشارع الأمريكي، عنصرين إن أول مرة تكون سيدة مرشحة لمنصب النائب الرئيس، وأيضا الجدال اللي حصل بعد وفاة جورج فلويد والجماعة الأفريكان أمريكان أو سود أمريكا دول، العنصرين دول هو بايدن من الذكاء إنه رشح واحدة الحقيقة كان أدائها كمان حتى في المناظرة كان في لغة جسد قوية جدا وبنقاط قوية، أعتقد إنها كسبت الرهان قصاد النائب مايك بينس. وبالتالي احنا قدام يعني وضع نقول موضوع البريد، في ميزة كانت في البريد ان جزء كبير جدا من الافريكان امريكان والجماعة اللي هم الاسبان ما بيروحوش ينتخبوا، ولذلك احنا لما نقول النهارده في 10 مليون ففي ظاهرة ان في تحدي داخلي، المواطن الامريكي على المستوى الشخصي عايز اذا كان بيكسل عشان يروح الانتخاب دلوقتي اصبحت مسألة البريد فضلا عن التحدي الداخلي اللي حاصل للاقتصاد وللامن بيخلي ناس كتير جدا اللي احنا بنسميهم انصار الكنبة او حزب الكنبة يتحركوا. حكاية ان حصل في شيء من اللبس في موضوع البريد او التزوير قصة ممكن تؤخذ بعين الاعتبار، لكنها انت بتتكلم في 50 ولاية وفي 350 مليون وفي اعداد الاف مؤلفة من موظفين البريد، صحيح. فقد تكون يعني تفسيرها تفسير سابق ان ما يكونش المعنى الحقيقي لها، او قد يكون بفعل فاعل حد عايز يثبت ان في تزوير. نعم، اعود الى دكتور ماك. دكتور ماك، يعني هناك شعور من الاحباط وتحميل اداره الرئيس الامريكي بالفشل على الاقل وفق الاتهامات في الولايات المتحده فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، وانت ادرى باعداد الوفيات والاصابات هناك. الان ما هي البضاعه الاخرى التي يروج بها ترامب من اجل تدعيمه وتعزيز حضوره في الانتخابات؟ هو ما فيش شك الرئيس دونالد ترامب أخطأ في إدارة يعني أزمة كورونا في البداية، ولم يكن يعني هناك إجراءات سريعة لاحتواء الأزمة في البداية، ولكن لو هتبص على يعني خط الزمن هتلاقي الإجراءات اللي أخذها الرئيس دونالد ترامب من تفعيل تصنيع المنتجات الطبية ومنتجات الحماية وإنتاج 160 ألف فنتليتور زاد عن حاجة الولايات المتحدة الأمريكية بل وأعطى إلى الدول الأخرى، والسيطرة على يعني القوانين التي يعني فيها الكثير من البيروقراطية في CDC وأيضا FDA للوصول إلى مراحل تجريبية سريعة لوجود مصل، في 25 محاولة أمريكية النهاردة للوصول إلى مصل وعلاجات إلى فيروس كورونا. هناك يمكن أن يكون في مطلع شهر نوفمبر أن يكون هناك مصل جاهز للتنفيذ. أعتقد أن ده بالتأكيد ممكن يدي للناخب الأمريكي أن رئيس دونالد ترامب عدل من يعني سوء الإدارة في الأزمة إلى حسن الإدارة في الأزمة وإلى احتواء الكثير منها. يعني الأرقام اللي بدأتها الموديل اللي اتحط في هذا الوقت قال إن هيبقى 2.2 من الأمريكان هيموتوا، أعتقد النهاردة إحنا وصلنا لتقريبا 210 ألف من يعني من توفاهم الله من جراء فيروس كورونا، وهو بالتأكيد أقل بكثير جدا من التوقعات التي كانت موجودة في ذلك الوقت. أيضا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب أبلى بلاء حسن لمعاونة الشعب الأمريكي بمساعدات مالية سريعة جدا، بل وقف الديمقراطيين في صراع بائس انتخابي ووقفوا ضد الحزمة الاقتصادية التحفيزية الثانية اللي الأمريكان منتظرينها بفروغ الصبر، لكن وقفت بيلوسي وقالت لا، لن أعطيه هذه الفرصة حتى يحقق نصر انتخابي، وأنه أعطى مساعدة الأمريكان سوف هو يتهم بأنه وقف حزم يعني تساعد الأمريكيين من الإدارة السابقة من أوباما كير وغيرها التي تصب في
عدم اعطاء. والله يا فندم هقول لك حاجه بقى، يعني موضوع اوباما كير احنا كنا بنعرضه في الاول، لكن بعد ما تبيننا الامور الحقيقيه لهذه الازمه الصحيه في الولايات المتحده الامريكيه وسوء الاداره، اعتقد ان ما فعل الرئيس دونالد ترامب من تعديلات على اوباما كير انا بستفيد منها النهارده كامريكي موجود في الولايات المتحده الامريكيه، وعشرات الملايين من الامريكان بيستفيدوا منها. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ردا على ضيفك في الاستوديو اللي بيقول انا ما عملتش الواجب بتاعي او ما ذاكرتش، اعتقد ان حضرتك بتسمع يعني الحاجات دي في التلفزيون، انا موجود على الارض داخل الشعب الامريكي، فما اقول لك ان على الواقع هناك دعم للرئيس دونالد ترامب، يعني اعتقد ان انا شاهد عيان موجود، لكن انت حضرتك اللي قاعد في الاستوديو بتخش على الانترنت وبتشوف استطلاعات الراي اللي انا قلت لك كذبت علينا في موضوع هيلاري كلينتون. الحاجه الثانيه اللي انت بتقول ان ما حصلتش موضوع البريد، انا احيلك الى الانترنت برضو اللي انت بتاخد معلوماتك منه بالتاكيد ان انت موجود في اسرائيل، وشوف القضيه التي تم القبض على موظفين في البريد في ولايه نيوجيرسي اللي هم ارتكبوا جريمه القاء البطاقات الانتخابيه في القمامه. حاجة تانية، يعني أنت كإسرائيلي موجود في إسرائيل، أعتقد ما فعل الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية دعم لدولة إسرائيل ودعم لدافع عملية السلام في المنطقة، أعتقد أنه بالتأكيد مما يؤيد أنه جعل أمريكا قوية أخرى مرة أخرى في المجتمع الدولي. كلمة الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بتتسمع وبتتسمع قصرا، يعني أما قال إيران ما تبيعش البترول بتاعها كل الدول استجابت لرأي الرئيس دونالد ترامب، اعتقد انه رئيس قوي. انت هنا تحدثت عن المصالح، انت هنا تحدثت وايضا حق مصالح، انت هنا تحدثت عن البضاعه الاخرى التي اعتقد ان ضيفك الكريم في الاستديو من المعارضه لبنيامين نتنياهو ويريد افساد كل شيء للوصول الى ليس موضوعنا بنيامين نتنياهو، ليس موضوعنا بنيامين نتنياهو، لكن يعني انت تطرقت الى امر مهم جدا وهو الحديث لكم انتم في اسرائيل. من فعل الكثير لكم في اسرائيل؟ لماذا دعنا نعطي الفرصه للسيد مارك للرد. نعم دعنا نعطي الفرصه للسيد مارك للرد. سيد مارك، انت رايت الطوابير في جورجيا، هذه الولايه التي شهدت حادثه مقتل جورج فلويد، وايضا الاحتجاجات بين الشرطه والافريقيين او الامريكيين من اصول افريقيه، هل يمكن ان تحسم هذه الشرائح النتائج أو تؤثر عليها بشكل كبير؟ كان نعم، ليس هناك شك. يمكن أن نرى في جورجيا وتكساس وأيضا في البريد أن نرى أرقاما شديدة واهتماما شديد في الانتخابات، ولكن عندما يريد الناس أن يخرجوا ترامب من البيت الأبيض نرى هذا فعلا على أرض الواقع. ودونالد ترامب قام بأمور كانت أكبر، هو عمل فقط مع من يدعمونه ومع من يحبونه، ولكنه لم يكن في الاستطلاعات أعلى من 42%، ولذلك لا يمكنك أن تنجح في الانتخابات مع نسب كهذه، وخاصة اليوم. المرة السابقة كان هناك شخصين، هذه المرة لدينا شخص ممكن أن يحصل على واحد، ما إذا كان لدينا 41% أو 42% في استطلاعات جيدة وليست سيئة، لذلك ليس لديك فعلا نسبة كبيرة للنجاح. هناك الكثير من فئات الشعب التي تناضل من أجل أن تخرجه من البيت الأبيض، هو فعلا قام بإخفاق كبير في موضوع الكورونا، فلنرى اليوم في التلفاز هو يتحرك مع الناس، الكثير من الناس عن يمينه ويساره، وهو يتحرك من دون قناع من دون كمامة، والناس يخرجون ويتعاملون معه ويصابون بالعدوى. ما حدث في البيت الأبيض قبل أسابيع نحن رأينا ذلك، والكثير من الناس أصيبوا بالعدوى داخل البيت الأبيض. هذا مثال شخصي، هل هكذا نقوم بإدارة دولة؟ إن كنا لا نعرف كيفية إدارة البيت الأبيض، كيف نقوم بإدارة الدولة بأكملها؟ وحسب رأيي النسبة هنا، أنا لا أقول أن ليس لديه نسبة أو فرصة لنجاح، ولكن يمكن أن يكون ذلك. ولكن إذا كان علي أن أقول، أنا أقول أن الكفة ترجح لصالح بايدن، ولكن الأمر من الصعب أن نقرر حاليا.
نعم أتوجه إليك سيد أحمد بالحديث عن الأمريكيين من أصول إفريقية. هناك أيضا الحديث المتنامي عن الجماعات المسلحة البيضاء أو ما توصف بالميليشيات المسلحة وما تشكله من خطر محتمل. هل فعلا تمثل هذه المجموعات خطرا كبيرا؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه في الانتخابات وما بعد الانتخابات الأمريكية؟ للأسف الشديد ده واقع حاصل. المجتمع الأمريكي منفتح جدا في بيع السلاح وعدد قطع. مفيش بيت في أمريكا ما فيهوش سلاح. أي حد عمره 18 سنة وعنده أيدي يروح يشتري قطعة سلاح للدفاع عن النفس. اللي حاصل أثناء أو من بعد الحادث اللي حصل لجورج فلويد والمظاهرات أو الانتفاضة اللي حصلت ووصفها الرئيس ترامب بأنها انتفاضة حرامية، لم يشهد المجتمع الأمريكي في السنوات الأخيرة انتفاضة بهذا الشكل. حجم التخريب والفساد اللي أصاب كثير جدا من الولايات، احنا عايشين كمان في ولاية نيويورك حصل فيها الحياة دمار، قفل جزء كبير جدا من المحلات والمؤسسات والشركات طلعت out of business. اللي بيؤجج توقفت عن العمل. نعم توقفت عن العمل وأصبح هناك قلق اقتصادي. بنحاول نعالج أزمة كورونا اللي أعادت عدد 18-20 مليون من المواطنين في البيوت، كمان ألقت بظلال من الشك على أنه استمرارية أن إصلاح مسألة الـ unemployment دي هتكون تحدي تواجه الإدارة القادمة إن شاء الله. بالعودة إلى سؤال سيد أحمد، هناك المجموعات التي سألتك عنها وهناك أصوات من داخل الولايات المتحدة حذرت منها وقالت أنها داعمة لترامب ويمكن أن تسبب الفوضى. للأسف الشديد هذا واقع وقد ظهرت بعض بوادره. نتمنى ألا يكون لها أي نوع من الاستمرارية. يمكن أخذوا الدعم من أنه لما سئل الرئيس ترامب على أنه يوجه أي اتهام أو أي يعني وجهة نظر ضد هذه العناصر المتطرفة، كانت إجابته يعني شبه سلبية أو ما أكدش أن المفروض يؤكد على أن العناصر دي تبقى عناصر متطرفة. ساب الموضوع فلات، وبالتالي يعني اخذوا كنوع من التعضيد او التأييد ان هم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، ودي احد الخطورات اللي بتواجه مساله الانتخابات في المرحله القادمه للاسف الشديد. نعم اتوجه اليك دكتور ماك. دكتور ماك اريد ان استمر معك في الحديث الذي بداته قبل قليل ووجهت رسائلك الى الضيف الاسرائيلي كما تفضلت، وانت لا يخفى عليك ان هناك اصوات إسرائيلية ويهودية سواء في إسرائيل أم في الولايات المتحدة التي أصبحت تحض المؤسسات واللوبيات اليهودية والـ AJC أو التجمع اليهود الجمهوري بعدم دعم ترامب، نظرا لأن قواعده الشعبية والانتخابية تشمل مجموعات يصفونها بالعنصرية وتحرض أيضا ضد اليهود. اولا طبعا يعني ضيفك الكريم دخل في الاستوديو وبدا الحوار وهو لابس الكمامه وبعدين قلعها، فمش عارف هو ليه بيحتج على الرئيس دونالد ترامب قلع كمامه، ما انت قلعتها انت راخ. طيب نرجع بقى للاتهامات ان هناك من قاعده الرئيس دونالد ترامب المتعصبين، طبعا موجود، وانا كنت على شاشتك يعني قبل 3 أشهر ضد ترامب وكنت اهاجمه اناء الليل واطراف النهار، ولكن التحول من ديمقراطي إلى جمهوري كان بسبب ما صرح به السيد جو بايدن ومحاولته التقرب إلى الإسلام السياسي وإلى الجماعات الإرهابية، عندما يقول رئيس يعني منتخب يعني مرشح رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس سابق حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن استطع فبقلبه وأضعف الإيمان. الشيخ بايدن أعتقد أن هذه كانت نقطة التحول، أنت تستدعي الإسلام السياسي، أنت تستدعي جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنت دعمت أنتيبا والجماعات المتطرفة، بل هناك دلائل قوية على أن فريق الرئيس المرشح الرئاسي جو بايدن دفع الكفالات للي اتقبض عليهم من أنتيفا. وبعدين تأكيدا على الضيف العزيز أحمد محارم من نيويورك، يا سيد العزيز كانت العمليات أنا شفتها بقى يعني بعيني يعني شاهد عيان، كانت نهب منظم، كان حرق منظم، كانت هناك تعليمات وأماكن وخرائط وتوقيتات للدخول وتكسير المحلات ونهب المحلات والخروج وإحراقها. أعتقد أن كانت الأمور هي مجرد الخروج من أمريكا إلى الدخول في العنف والدخول في الفوضى لإثبات أن رئاسة الرئيس دونالد ترامب كانت رئاسة فاشلة. أعتقد أن لو تبين للشعب الأمريكي تورط الديمقراطيين في هذه الأمور سوف تكون النهاية
إلى الديمقراطيين في الحياة السياسية الأمريكية، تدعم العنف. وبعدين حاجة تانية، أنت ناسي يعني الإيميلات التي تم الإفراج عنها من إيميلات هيلاري كلينتون لما كانت وزيرة الخارجية مع الرئيس أوباما. هناك فضائح، نعم، هناك والتي أثيرت مؤخرا لما تضمنته من معلومات. نعم. أنا بندم على كل يوم كنت بنصر فيه الديمقراطيين. نعم. النهاردة أنا وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، للأسف انتهى الوقت. شكرا. نعم. ضيفك يلبس الكمامة عشان أقدر أصدقه في الوبي. وصلت الفكرة، ولابد من الإشارة لضرورة احترام كل الضيوف لبعضهم البعض. شكرا لك دكتور ماك شرقاوي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. وأيضا شكرا جزيلا لك أحمد محارم، محلل سياسي، كنت معي من نيويورك. وأشكر أيضا مارك شولمان مراسل صحيفة نيوز ويك الأمريكية. شكرا جزيلا لكم مشاهدين للمتابعة، وبهذا نصل إلى ختام نشرة هذا المساء. إلى اللقاء.